فالشرك الخفي قد لا يلحظه كثير من الناس، يقف يصلي فإذا رأى رجلا من أهل الدنيا يزين صلاته من أجله، أو يتصدق من أجل سمعة، أو ينفق من أجل محمدة ومكانة بين الخلق، أو يتحرك بين الناس من أجل دعاية انتخابية رخيصة. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان.